يا الله يا الله يا الله يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا اللهم من كادنا فكده ومن مكر بنا فامكر به ومن بغى علينا فخذه فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام أعداء القرآن أعداء فلسطين، اهزم اعداء غزة، اعداء شعبها، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكّن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكّن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلاً علينا، اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا مظلومون فانتقم منهم متضرعون فاستجب لنا مستغيثون بك فاغثنا يا غياث المستغيثين نشكو اليك ضعف قوتنا وقله حيلتنا وهواننا على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربنا الى من تكلنا الى قريب يتجهمنا ام الى عدو ملكته امرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك، أو أن ينزل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الاغنياء وعجز الامناء وخيانه الاقوياء وكيد الاعداء وخذلان الاصدقاء اللهم انا نشكو اليك دماء للمسلمين سفكت، واعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع احرقت واطفالا ابرياء يتمت ونساء تايمت وامهات ثكلت ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ سواك اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين واسار لجنودك الموحدين وانتقم من الطغاه والمستكبرين اللهم احل بهم سخطك وانزل عليهم غضبك ونقمتك واحرمهم من حلمك وامهالك وارنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي كن جبارا عليهم انتقم لنا من اعدائك اعداء الدين اللهم احفظ اهلنا في قطاع غزه الحبيب من بين ايديهم وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك ان خذلهم اهل الارض فانت ربنا وربهم لا تخذلهم يا رب العالمين لا تخزهم يا غياس المستغيثين اللهم يا من اهلكت ثمود بالطاغيه واهلكت عادا بريح صرصر عاتيه واخذت فرعون وجنده اخذه رابيه اهلك هذه الطغمه المتجبره الباغيه ولا تبقي لهم في ارضنا من باقيه اللهم انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اللهم صب عليهم صوت عذاب وكن لهم بالمرصاد دمرهم كما دمرت ارمذات العماد اللهم ايدنا بجند من جندك وامدنا بروح من عندك واحرسنا بعينك التي لا تنام واكلانا في سلطانك الذي لا يضام اللهم قد انسدت الطرق الا اليك وانقطع الاعتماد الا عليك وضاع الامل الا منك وخاب الرجاء الا فيك واغلقت الابواب الا بابك وانقطعت الاسباب الا اسبابك وضاق كل جناب الا جنابك اللهم فلا تجعل اعتمادنا الا عليك ولا مفر لنا الا منك واليك ولا رجاء الا فيك ولا رضا الا عنك ولا اعتصام الا بك ولا اخلاص الا لوجهك الكريم، اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم. ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي الى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، انك كنت بنا بصيرا، اللهم كن لاخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا، ومؤيدا يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداءهم. وتول اهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومثبتا، وامينا يا رب العالمين، يا اكرم الاكرمين، اجب دعاء الصادقين، من المستغيثين والمتضرعين، اللهم انت عون لهم، نسألك ان تستجيب لنا، والا ترد دعاءنا، اللهم انزل من السماء ملائكة يقاتلون مع اخواننا في غزه ويحمونهم وانزل من جنودك التي لا يراها اعداؤك ولا يراها اعداء الدين اللهم انزل جنودا يقاتلون مع اخواننا في غزه يا رب العالمين اللهم وفق ولاه المسلمين لما تحب وترضى واجمع بينهم على خير انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير والحمد لله رب العالمين أيها الأخوة الكرام، ألا تستطيع أن تصلي ركعتين قيام ليل، وأن تسأل الله أن ينصرهم في جوف الليل، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. صل ركعتين في جوف الليل وقل يا رب انصر اخوتنا في غزة، الدليل أسرع الدعوات إجابة، حديث صحيح، أسرع الدعوات إجابة دعوة أخ لأخيه بظهر الغيب فإنها لا ترد، ما تمكنت أن تدعو، إذا بكيت وأنت ترى هذه الدماء تسيل من أطفال صغار، هذا البكاء تعاطف، بكاء، دعاء، أن تخلف غازياً، أن تجهز غازياً، أن تطلب الشهادة، أن تكون شهيداً، هذا متاح لنا جميعاً